والله يا نادين بيه وريك عليا حلفان. انا كان نفسي افتخر بنسبك واتفشخر بيك، يعني 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 مثلا تجيلي بيتي تطلبها مني بيتي، ايوه بقعد باصص لك شويه كده واقلبها في دماغي، وفجاه اروح قايم واخدك بالحضن واقول لك مبروك يا ابني ربنا يسعدكم. لما هعمل ايه بقى بنت اخويا؟ اعمل ايه؟ هي اللي يلا امرني يا فندم. طلبات حضرتك ايه؟ انا ماليش طلبات، انا عاوز حق ربنا. اللي هو ايه يا فندم؟ شوف سعادتك، انا اخويا الله يرحمه كان سايب حوالي 19 ونص ولا 20 مليون جنيه. فهمني بعد اذنك، مفيش داعي تدخلني في حاجات تخص العيله، يا ريت تقول لي طلباتك ببساطه. ما انا عارف سعادتك ان وقت سعادتك مش ملكك، انا عارفها كويس قوي، بس يا ريت برضه تاخدني بالراحه كده عشان انا لازم افهم سعادتك الموضوع من اساسه عشان تبقى على نور برضه. مالوش لزوم يا فهمي بيه، خلاص احنا بقينا اهل، قول لي طلباتك وانا انفذها لك. هو سعادة البشر ربنا بيقول ان العم يرث التلت والبنتين كل واحده فيهم التلت، يعني تقريبا انا هبقى نصيبي كده حوالي يعني 6 مليون وشويه فك بس. شفت بسيطه ازاي؟ والله بسيطه. شفت ساعات البيت بسيطه جدا. والله بسيطه يعني، بس هي بنت اخويا بقى اللي حبت تخالف الشرع فزورت في الورق وعشان تحرمني من حقي يعني. خلي حالك مستريح، اتفضل اتفضل يا فندم اتفضل. 7 مليون جنيه كويس؟ يا سلام يا سلام عليك، والله عمري نظرتي ما خيبت فيك ابدا، ابن اصول صحيح. فهمي بيه، مريم وملك ولاد اخوك يعني ولادك، والبيت بيتك، تشرفني في اي وقت. ربنا يسعدك ويخليك يا شيخ، ربنا يديم معروف يا فندم، وان شاء الله من بكره الصبح على المحكمه جري هخلي المحامي يتنزل ان شاء الله.